السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي، كيف ما عودتكم دائما كنقدم لكم وجبات للغداء أو العشاء اللي كتكون لذيذة صحية ومتكاملة. فاليوم جيت لكم بوجبة جديدة سهلة كذلك وما كتاخدش كتير من الوقت لتحضيرها. ما نطولش عليكم، نمروا نتعرفوا على المكونات والخطوات لتحضيرها. فبالنسبة للخضر سنحتاج إلى 3 جزرات، 5 حبات متوسطة من البطاطس، فالكمية دائما تبقى حسب عدد الأفراد، وعندي كمية من اللوبيا الخضراء، فإذا ما كانش متوفرة عندك يمكنك تعوضيها بالبروكلي أو بالقرعة الخضراء أو بالسبانخ، يعني لي زابينا، يعني أي أو جلبانة، يعني حسب الخضر متوفرة عندك في البيت. فبالنسبة لي أنا فكنت محتفظة بها في المجمد، يعني فاش مثلا كيكون الموسم ديالها أو يعني الثمن ديالها كيكون منخفض شوية، كتشري واحد الكمية كبيرة وكتحتفظي، كتنقيها وتقسميها وتحتفظي بها في المجمد، هكذا كتسهل عليك الامور اللي بغيتي تستعمليها في شي وصفه. نمر الان نقطع الخضر. والان كيف ما كتلاحظوا بعد ما قمت بتقطيع البطاطس والجزر الى دوائر يعني رقيقه قليلا، يعني ما تكونش سميكه باش يعني دغيا تفور لينا الخضر. اول شيء غادي ناخذ الكسكس او طنجره ديال البخار، غادي نوضع في الاسفل الجزر حيت هو اللي كيحتاج البخار اكثر، يعني بالنسبه للبطاطس واللوبيا فدغيا كيجهزوا. غادي نوضعوا الكميه في الاسفل ومن بعد نضيفوا البطاطس. وفي الاخير اللوبيا. وبالنسبه الى كنتو غادي دائما غالبا الخضار ذات اللون الاخضر، يعني فهي كتجهز بسرعه، يعني مثلا الا استعملتو البروكلي او القرعه الخضراء دائما يكونوا هما اللي في الطبقه الاخيره. الان غادي نوضعها الخضر تفور ونمروا باش نحضروا تتم الطبق. وبالنسبه للطبق اللي غادي يرافق الخضار فغادي نحضروه بالكفته، فعندي هنا تقريبا 300 غرام، فيمكنك تعوضيها بكفته الدجاج او الكفته ديال الديك الرومي، يعني حسب المتوفر عندك في البيت. عندي هنايا كميه من الرز المسلوق، فهو بقى لي كنت حضرته للاطفال ديالي وبقات لي واحد الكميه قلت نستغلها في هذه الوجبه. وعندي حبتين من الطماطم، حبه متوسطه من البطاطس، فصين من الثوم. وبالنسبه للتوابل عندي ملح، فلفل اسود، تحميره، الكمون، سكنجبير وقليل من الكركم والزيت بطبيعه الحال. فبالنسبه لهاد التوابل فانا غادي هما باش غادي نخلط اللحم المفروم والرز، ونفسهم غادي نحضر بهم كذلك الصلصه ديال الطماطم. نمر الان للتحضير. الان حكيت الطماطم، وعلى فكره نسيت ما ذكرتش لكم انني غادي نضيف ليها ملعقة كبيرة من مركز الطماطم، فعفوا نسيتها. الآن غادي نحك البصل فوقها، وبعد ذلك نحك الفصين ديال الثوم والتقي، وبعد ذلك باش نكملو تحضير الطبق. والآن بعد ما انتهيت من تحضير تقريبا الصلصة، فحكيت البصلة الطماطم والثومة وزدت فيهم التوابل وزيت زيتون. الان غادي ناخذ اللحم المفروم، غادي ناخذ واحد الطبق غادي نوضع فيه اللحم المفروم وغادي نضيف ليه الرز، فتقريبا نفس القياس اللي درت اللحم المفروم وضعته نفسه في الرز، وغادي نوضع التوابل. غادي نحاول نخلط كل شيء جيدا بيدي حتى تنسجم جميع المكونات. والان بعد ما قمت بدمج الكفته مع الرز غادي ناخذ الصلصه هي الاولى، غادي نوضعها فوق النار. والان غادي نبدا نشكل الكويرات ديال الكفته تقريبا الحجم، يعني كيبقى حسب الرغبه، يعني يمكنك تعمليهم كبار او صغار. الان بعد ما قمت بتشكيل الكويرات الكفته غادي نضيفها على صلصه الطماطم اللي سبقنا ووضعناها فوق النار، غادي نحاول ندمجها جيدا مع الصلصه بلا ما نحاولوا يعني نخسروا القوام ديال الكفته. والان غادي نغطي عليها وغادي نخليها تطهى على نار متوسطه حتى تنضج، ونمروا الان نكملوا تتمه ديال تحضير الخضار. والان بعد ما تبخرت الخضار قمت بوضعها في مقلاة كبيره
غادي نضيف عليها واحد الملعقه كبيره مملوءه من الزبده، اللي ما كانش عندك يعني يعني يمكن لك تعوضيها بالزيت. غادي نضيف الابزار او الفلفل الاسود والملح، وفي الاخير غادي نضيف عصير نصف حامضه. الان غادي نقوم بدمج الزبده والتوابل مع الخضار، ومن بعد غادي نقوم بوضعها على النار لمده 5 دقائق فقط، غي يتشحروا شويه وغادي تصبح الخضر ديالنا جاهزه. وكيف ما كتشوفوا هنايا الكفته مع الروز صبحات جاهزه كذلك. والان نمروا باش نحضروا العصير. فبالنسبه للعصير غادي نحتاج ليه كاس كبير من عصير البرتقال، عندي هنايا نصف حبه من الخيار، قمت بازاله القشور قليلا واحتفظت بالقليل، وعندي هنايا بعض حبات من الفراوله. غادي نقوم بوضع الطحان، نوضع العصير البرتقال ونضيف ليه الخيار والفراوله. وبالنسبه للسكر فانا غادي نعمل فقط ملعقه كبيره من السكر، هنايا غادي استعملت السكر البني، يعني السكر كيبقى حسب الذوق. والان نقوم بطحن العصير جيدا ونمروا باش نقدموا الاطباق ديالنا. ونمروا الان لتقديم الطبق، فعندي هنايا واحد الطبق مربع وعندي هنايا واحد الطبق صغير اللي غادي نحطوه هنايا الوسط. فالا ما كانش عندك هذا الطبق فيمكن لك يعني تتعوضي بشي زلافه صغيره هكا توضعيها في الوسط. فانا ما يعني ما كنجبركمش انكم تعملوا بنفس طريقه التقديم ديالي، فانا فقط كنعطيكم افكار يعني اللي بغيتوا تغيروا الطريقه ديال التقديم ديال الاطباق ديالكم. فكيف ذكرت عندي هنايا واحد الطبق اللي متوسط اللي غادي نوضعو الوسط، غادي نوضع فيه الكفته هكا. والان بعد ما قمت بوضع كميه من الكفته غادي نوضعها في الوسط، وغادي ناخذ الخضر. فبالنسبه للبطاطس هي اللي غادي نوضع في هذا الجانب لانها يعني الدوائر ديالها كتكون كبيره شويه. المهم غادي نوضعها هنا في الجانب. وبالنسبه للجزر غادي نوضعو في الجانب اللي هنايا، وفي الاخير المهم غادي نوضع الكميه الجزر هنايا، وفي الاخير غادي نوضع اللوبيا الخضراء هي اللي غادي نوضعها من غادي نوضعها هنايا وغادي نوضعها في الجهه المقابله لها. ومهم غادي يكون هذا هو تقديم ديال الطبق، ونلتقي باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الوجبه. والان بعد ما انتهيت من تحضير وتقديم اطباقي جا هذا هو الشكل ديال الوجبه. بالنسبه للطبق ديال الكفته بالروز فكيجي لذيذ كيف ما تابعتوا معايا ساهل، ورافقته بالخضر يمكن لكم فقط يعني كذلك ترافقوه بالخبز، يعني كيبقى حسب الشخص. والعصير اللي حضرناه فكيجي منعش وصحي كثيرا غني بالفوائد. وبالنسبه للديسير اللي جنبه فهذيك المهلبيه اللي سبق لي وحضرتها في فيديو سابق، غادي نترك لكم الرابط ديالها اسفل اللي بالنسبه للناس اللي باقي ما شافوهاش، فكتجي رائعه. فبالنسبه لي هذه كتبقى اختيارية لانني حضرتها كميه كبيره، فيعني كان يمكن لك تحتفظي بها في الثلاجه لمده يومين او 3 ايام فكتبقى يعني مزيانه. وكان هذا هو طريقتي في التقديم، يعني بسيطه وجميله والوجبة كذلك لذيذة. وبالنسبة للناس اللي باقي ما شافوش الوصفات للوجبات عفوا اللي سبق لي وحضرت فهي عديدة، غادي نترك لكم الروابط ديالها اسفل باش تشاهدوها ان شاء الله. متنساوش تشاركوا مع اصدقائكم واحبابكم، وشكرا على المشاهدة. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.